محمد المحي مسير تعاونية محي كوب إقليم ولي يعقوب. كنشتغلوا على تثمين المنتوجات الفلاحية وبالخصوص منتوج العسل الطبيعي الحر. كما كتعرفوا هاد العسل كيعرف واحد الإقبال كبير مؤخرا بالخصوص العسل الطبيعي. احنا بالنسبة لنا كنشتغلوا في إقليم ولي يعقوب، ولكن المنتوج ديالنا ولا الخلايا ديالنا كيتنقلوا عبر التراب الوطني، والحمد لله عندنا واحد المجموعه ديال المنتوجات الطبيعيه ديال العسل. وهاد المنتوجات قدرنا اننا نشاركوا في مسابقات وطنيه. هاد المسابقات اعطت الثمار ديالها بتتويج 4 ميداليات ذهبيه على الصعيد الوطني، وهذا فخر لنا وفخر الإقليم ولي يعقوب وجامعه عين الشقه بالخصوص. كما كتشوفوا احنا اليوم في المعرض ديال ابو ظبي 2022 جينا كنمثلوا المغرب ديالنا ونعرضوا المنتوجات ديالنا على هذه السوق الخليجيه. والحمد لله هذا المعرض اعطانا واحد دفعه قويه من خلال مجموعه لقاءات ثنائيه مع ناس اللي كيستثمروا ولا اللي كيروجوا هذه المنتوجات في هذه السوق الخليجيه. ومن خلال هذه اللقاءات حاولنا نشرحوا المنتوج ديال المغرب، وحاولنا نعطيو الاثمنه اللي يمكننا اننا نبيعوها هنا في هذه السوق الخليجيه. ونتمنى ان شاء الله هاد المجهودات تبلور الارض الواقع بصفقات تجاريه مع الناس ديال الخليج. سلطان، جينا المعرض اليوم ان شاء الله نطالع المنتجات المغربيه. طبعا غنية عن التعريف، المنتجات المغربية كأصالتها كنقاوتها اللي هو زيت الأرقان المستخدم للتجميل طبعا، والأملو غني عن التعريف طبعا، وما شاء الله المنتجات المغربية غنية عن التعريف. استمتعنا ما شاء الله، الجماعة فاهمين شغلهم ما شاء الله عليهم، ومنتجاتهم من أجود المنتجات، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.